السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، مساء الخير، إن شاء الله دائما تكونوا بصحة وسلامة يا رب. اليوم القصة ليست لها يعني أساس أو سند من فين مصدرها، ولكن أنا متأكد أنها جميلة جدا وحتعجبكم. القصة يرويها أحد الشباب في سن الشباب الجامعي، يقول حصل بينه وبين والدته خلاف وتعالت الأصوات وأخذته العزة بالإثم، فرفع صوته وكذا لدرجة أنه كان لديه كتب الجامعة وأوراق المحاضرات فقذف بها في الأرض وخرج أو توجه إلى غرفته. ثم يتابع ويقول في اليوم التالي كنت في الجامعة، فطبعا يعني ندم وضميره أصبح يؤنبه، خاصة أنها والدته يعني، فأحب أن يعني يصالحها. فقال قبل ما أرجع البيت خلينا أرسل إيش رسالة إلى والدتي فيها نوع من المداعبة واللطف وإلى آخره. فأرسل إليها الرسالة التالية، قال: السلام عليكم، سمعت مقولة وهي أن باطن القدم أنعم من ظاهره، فهل تسمحين لي أن أتأكد من هذه المقولة بشفتاي؟ ويقول أرسلت الرسالة، وبعدين طبعا توجهت إلى البيت. فوصلت البيت فوجدت والدتي طبعا عيناها تفيضان من الدمع، وتقول له: لا، لن أسمح لك بتقبيل قدمي، ولكن المقولة صحيحة، وقد تأكدت من ذلك عندما كنت أقبل قدميك ظاهرا وباطنا يوم كنت صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.